في وقت وفاة الرئيس جمال عبد الناصر كان الشعب المصري كله حزين، وأيضا كان في ناس كتيرة بيعملوا مع الرئيس عبد الناصر، كان في منهم بنسبة كبيرة أو تقريبا كانوا كلهم من الضباط الأحرار من ثورة 23 يوليو. وأصبح في شهر سبتمبر هنا كان في المفترض يتم الاستفتاء على الرئيس السادات أنه يصبح رئيس الجمهورية، وتم الاستفتاء عليه في شهر سبتمبر عام 1970، وكانت النتيجة بتتعدى كانت 90 كانوا منتخبين من الشعب أنه يكون رئيس الجمهورية. وفي يوم 7 من أكتوبر عام 1971 الرئيس السادات في مجلس الشعب يقسم اليمين أنه رئيس للجمهورية، وتعهد لكل القوى السياسية أنه هيحظى وهيمشي على نفس الخطوات اللي كان ماشي بيها الرئيس عبد الناصر، ولكن كان في آراء أخرى. السلام عليكم، معكم أخوكم محمد عاصم، أهلا وسهلا بكم في القناة. إن شاء الله فتحة خير علينا في عام 2022، ويا رب يحقق لكم كلكم ويحقق لي معاكم كل الأمنيات اللي بنتمناها يا رب، ويدوم عليكم الصحة والسعادة والعافية. وإن شاء الله يا جماعة نوصل القناة في عام 2022 لمليون مشترك بفضل ربنا، وبعدها بفضلكم من الدعم والتشجيع واللايك، ما بيخسرش أي حاجة. النهاردة بنتحدث عن لحظات حاسمة كانت في تاريخ مصر، ولحظات لا تنسى في عام 1971 يوم 15 من مايو، وهي ثورة التصحيح اللي الرئيس أنور السادات قضى بيها على مراكز القوى في مصر. هل هي كانت عبارة عن ان الرئيس أنور السادات بيقضي فيها على مراكز القوى، ولا ان كان الرئيس السادات عايز يستفرد بالقوة في مصر لوحده؟ خلينا كده نبتدي ونشوف ان الكلام ده من اكتر من مذكرات. انا الرئيس السادات اول ما جه يتولى الحكم وقبل الاستفتاء، اول صدام حصل ما بينه وما بين الاتحاد الاشتراكي. ليه؟ علشان هو طلب من الاتحاد الاشتراكي بعقد الاجتماع عشان يتعمل الاستفتاء. هم قالوا له لا، طب افرض الاستفتاء ده لو اتعمل وسقط، ده انت لو سقطت يعني معناها كده ده سقوط للثورة كاملة. لا ما ينفعش. وده كان اول، ولكن طبعا اتعمل الاستفتاء وفاز بنسبة 90%، وكانت الامور المفترض انها ماشية عادية، ولكن كانت مراكز القوة كانت عايزة الرئيس السادات. من وجهة نظرهم كانوا معتقدين ان هو ضعيف الشخصية، وكانوا شايفين ان هو ممكن يمشي بالشكل وبالاسلوب اللي هم عايزينه، وأيضا كانوا عايزينه يخطو كل الخطى اللي كان ماشي بيها الرئيس جمال عبد الناصر. يعني كانوا عايزين الرئيس السادات عبارة عن استنساخ كامل من الرئيس عبد الناصر. ما يمنعش أبدا أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الله يرحمه كان ليه مميزات وكان ليه إنجازات داخل البلد، ولكن أيضا كان الرئيس السادات كان ليه نظرة وكان ليه رؤية مختلفة، وده شيء طبيعي ان في سياسات عامة للدولة كل رئيس مثلا بيجي ويكمل عليها او بيكمل في نفس نهج السياسات، ولكن كل رئيس وله الشخصية بتاعته. بدأ يلعب دور الرئيس، مش قال ده احنا لازم نجمع اللجنة المركزية بمجرد ما يرجع من السفر، لازم نحط نهاية للعك اللي بيعكوا ده. وكان الاتحاد الاشتراكي، فاكرين الحزب الوطني الديمقراطي في مصر؟ او الاتحاد الاشتراكي ده كان اقوى واضعاف اضعاف قوة الحزب الوطني الديمقراطي في مصر. كان الاتحاد الاشتراكي بيمثل قوة غير عادية. كان في جوه الاتحاد الاشتراكي كده حاجة اسمها تهيج الرأي العام، لما يحبوا يطلقوا اشاعة كانت بتطلع من الاتحاد الاشتراكي. كان له ارضية كبيرة جدا في الشارع المصري الاتحاد الاشتراكي. كان عبد المحسن ابو النور هو اللي ماسك الاتحاد الاشتراكي، ومحمد فايق كان ماسك وزير الاعلام، ونبيل شقير كان رئيس مجلس الشعب، وكان في علي صبري نائب الرئيس، وشعراوي جمعة ده يبقى وزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كامل رئيس المخابرات اللي كان مسك بعد السيد أمين هويدي، والسيد سامي شرف اللي كان ماسك وزير شؤون رئاسة الجمهورية. دول كانوا يعتبروا ماسكين مفاصل الدولة، ومعهم طبعا الفريق أول محمد فوزي. وخدوا بالكم ان على قد ما كانت الامور ساخنة
داخل الدولة في الفترة دي أيضا كان المفترض أن في سنة 71 في تجهيز وإعداد للحرب، حرب السادس من أكتوبر، في إعداد للجيش، في المبادرة بقى بتاعت روجرز وأنه وقف إطلاق النار والانسحاب وعودة مجرى الملاحة المائي. وبعد كده مصر بتعلن في عام 71 في شهر فبراير ألا سلم ولا حرب بسبب أن إسرائيل سقطت المبادرة وهكذا. فكان الوضع كان على صفيح ساخن أيضا، كان الوضع فعلا ما كانش في اي استقرار خالص. فكان لازم علشان يبقى في استقرار ان رئيس الدولة، وانا هنا مش بدافع على فكرة، ولكن طبيعي ان رئيس الدولة هو اللي على رأس الهرم الدولة، والمفترض ان كل الاجهزة اللي معاه بيشتغلوا كلهم تيم وورك واحد، ده الطبيعي، واللي بيرقص التيم وورك ده هو رئيس الدولة. ده اللي بيحصل في أي مكان في الدنيا، إن يبقى في حالة استقرار، لأن أصلا عشان يبقى أنت بتكون في جيش ومفترض إن أنت عايز تدخل حرب وجوه مفيش استقرار، فأنت لا يمكن إنك أنت هتنجح. ده شيء منطقي، لا يمكن أبدا. أنت بتعد نفسك أساسا عشان تحارب إسرائيل، إزاي هتعد نفسك تحارب إسرائيل وإنت من جوه ما عندكش استقرار؟ فكان بالصدفة كان في ضابط اسمه طه زكي. كان الضابط طه زكي كان تبع المباحث العامة في فرع اسمه الرقيب العسكري، دي وظيفته تبع وزارة الداخلية في المباحث العامة، انه بيراقب التليفونات وبيتم التنصت على مكالمات شخصيات هامة داخل الدولة، وكان مكانهم في سنترال رمسيس في الفترة دي. انا كنت ضابط في ادارة المباحث العامة، وكان في مكتب تبع وزارة الداخلية او اسمه مكتب الرقيب العسكري. انا كنت ضابط في هذا المكتب، ليه رئيس مكتب ومعايا اتنين ضباط زمايلي تانيين. مفروض ان عملنا اغلبه لأمن الدولة، بيعاوننا بعض المهندسين من هيئة المواصلات السلكية والسلكية، عشان لما يكون هنراقب أي شخص معين بنقول لهم رقمه، هو هم بيعملوا الإجراءات اللي هي يعني تركيب الأرقام. المفروض أن الضابط طه زكي بيسمع بقى لكل مراكز القوة اللي أنا قلتها لحضرتك، سواء لعلي صبري، مع كل الاحترام والتقدير وحفظ الألقاب لكل الشخصيات، سواء لشعراوي جمعة، علي صبري وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية السيد سامي شرف، بيتكلموا مع بعض. بس عادي، بس اللي مش عادي أن في أثناء المكالمات شتايم وتهزيء في رئيس الدولة. ومن مين؟ من اللي هم ماسكين قيادات وسلطات مع رئيس الدولة ووزراء، واللي ماسكين له أساسا كل حاجة، ووعيد، وإن هو ما يعرفش يعمل كذا، وإن هو ما يعرفش يعمل كذا. هم أصلا كانوا بيراقبوا بعض، يعني ما حدش واثق في حد. فحس الضابط اللي أصبح بعد كده سيادة اللواء طه زكي، كان ساعتها لا طبعا لسه مش لواء، كان ضابط، حس إن الموضوع مش نافع كده، فأصر إنه يقابل الرئيس أنور السادات. فيقابله إزاي؟ ما هوش هيعرف إن هو يعمل أي مكالمة خالص. كان ابن عمه ضابط كبير في الجيش، وكان عارف ان هو يعرف السيد عفت السادات، راح له وقال له ان انا عايز اشوف الرئيس السادات، وكلم لي السيد عفت السادات. ما لقاهوش، فلقى واحد تاني كان يعتبر برضو عديل الرئيس السادات، وهو كان يعتبر جوز اخت الرئيس السادات، وقال له انت عايز تقابله ليه؟ قال له معلش انا عايز اقابله في موضوع ما. فقال له خلاص انا هرتب لك ميعاد، وفعلا راح مقابل الضابط طه زكي وقال له انا حددت لك ميعاد يلا بينا. حتى كان ساعتها الضابط طه زكي وهو داخل رئاسة الجمهورية ما كانش عامل الكارنيه بتاعه ان هو ضابط، عايز الامور كلها في الخفاء، عامل كارنيه ان هو مهندس في هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومغير الاسم بتاعه ودخله على السيد فوزي عبد الحافظ اللي كان يعتبر مدير مكتب الرئيس السادات. اللي طلع بقى ان الضابط اللي هو قريب معرفة قريبه او اللي هو يعتبر عديل الرئيس السادات طلع مش مرتب ميعاد ولا حاجة، والسيد فوزي عبد الحافظ قال له لا الرئيس نايم دلوقتي. فأصر الضابط طه زكي إنه هو يقابله، قال له انا عايز اقابله ضروري. ففوزي عبد الحافظ بيقول له انت عايز تقابله ليه؟ قال له لا انا لازم انا اللي بنفسي اكلمه. ففعلا الضابط طه زكي قابل الرئيس السادات، قال له يا سيادة الرئيس في مكالمات بسمعها من شعراوي جمعة ومن علي صبري ومن سامي شرف ومن واحد واثنين وتلاتة واربعة، المكالمات دي كلها بيقولوا على حضرتك وسيادتك واحد اثنين تلاتة. فالرئيس السادات بص له قال له
طب وانا ايه اللي يضمن لي الكلام اللي انت بتقوله؟ انا عايز توثيق للكلام اللي انت بتقوله. فين الشرايط؟ قال له ما هي الشرايط دي المفروض انها بتبقى محطوطه في الشانون في المكتب، والشانون ده بيبقى مقفول بكود سري، وده المفروض ان هو كل التسجيلات دي بتتاخد وتروح للعقيد حنفي، والعقيد حنفي بياخدها لسياده العقيد حسن طلعت، وسيد حسن طلعت بيوديها لوزير الداخلية. فمش منطقي طبيعي أنه هو وزير الداخلية نفسه بيشتم في الرئيس وحيديله الشرايط دي. قال له أنا عايز توثيق. والرئيس السادات ساعتها راح قايل للضابط طه زكي أي وقت كلم فوزي عبد الحافظ. والضابط طه زكي راح واخد رقم تليفونه، ولما رجع الشغل عارف انه هو بقضاء وقدر من ربنا انه يعرف يتصرف في التسجيلات دي، فهو خد التسجيلات وراح مقابل بيها السيد فوزي عبد الحافظ، ودخلوا على طول على الرئيس السادات وعرض له التسجيلات. فيه يوم في واحد ضابط وهو حي يرزق لغايه النهارده اسمه طه زكي، جه على الباب وقال لازم اقابل الرئيس. فقابله كان ايامها فوزي عبد الحافظ هو مدير مكتبه وبوليس، هو ضابط بوليس برضه. فقابله وقال له في ايه؟ فقال له انا عندي شريط لازم الرئيس السادات يسمعه. الرئيس السادات سمع الشرايط، ده بيتشتم عيني عينك، وبيقولوا في وسط الشرايط كمان وزير الداخليه بيقول رئيس الجمهوريه على الرئيس السادات انه لو راح مبنى الاذاعه والتلفزيون هعتقله. يا نهار اسود، رئيس الجمهوريه يعتقل وهو داخل مبنى الاذاعه والتلفزيون؟ فطبعا الرئيس السادات ادرك انه في وسط مؤامره كبيره. انتوا مش عاوزين تتحركوا ومش عارفين تتحركوا كده، بس الموقف لسه في حاجه مدرسه الابعاد اللي هتترتب على تحرك، هتعملوا ايه ولا مش ناويين تعملوا؟ ان شاء الله باخد راحه التلفزيون ومن هناك واجي خطاب للشعب، ده ممكن يقلب علينا الدنيا ويحرك الشارع ضدنا. لو راح مش هيوصل للاستوديوهات اصلا، اطمن في ترتيبات للاحتمال ده، الحرس هيمنعوا الدخول. وحتى بتروي السيدة جيهان السادات بالأحداث دي أيضا، وإنها لما كانت حاضرة وبتستمع إلى تلك التسجيلات بعد ما الضابط طه مشي وخد التسجيلات بتاعته اللي معاه علشان يحطها في نفس المكان تاني ويعرف يأمن نفسه، استدعى ساعتها هيكل الأستاذ محمد حسنين هيكل، لأن الأستاذ محمد حسنين هيكل كان برضو قال بشكل غير مباشر للسيدة جيهان السادات ان هو سمع الكلام ده، بس ما كانش ينفع يتصلوا بالتليفونات لان تليفونات الرئيس متراقبه من وزاره الداخليه ومن المخابرات العامه ومن المخابرات الحربيه ومن السيد سامي شرف. تخيلوا لما يبقى رئيس الجمهوريه تليفوناته متراقبه من كل الجهات دي، عشان تليفوناته هو بتتراقب من جهه تانية، ما انا براقب والمخابرات العامه بتراقب والمخابرات الحربيه بتراقب وسامي شرف بيراقب. فبعتوا بنتهم للأستاذ هيكل وراح جاي قال له فعلا يا فندم يا سيادة الرئيس حصل 1-2. ومن هنا كان حتى في عيد العمال في يوم 1 مايو في عام 1971 المفروض ان الرئيس بيخطب، فحبوا بقى ان هم يضايقوه ويرفعوا له الشعارات بالصور بتاعت الرئيس جمال عبد الناصر، وقال يعني ان انت مش مننا. فراح الرئيس السادات طبيعي لهم كلنا جمال عبد الناصر، قعدوا بقى يخبطوا، والناس المسقفتيه اللي تحت اللي بيصفروا عشان يغلوشوا عليه بيتعاملوا بشكل غير لائق. علي صبري لما كان بيقعد يتكلم مع الرئيس السادات كان بيقول له ما بيقولوش يا ريس او ما بيقولوش يا سياده الرئيس، علي صبري كان بيقول للرئيس السادات يا اخ انور. طبعا ده اسلوب غير لائق، كانوا حاطين راسهم براس رئيس الدوله، الند بالند، لغايه ما جه الضابط طه وهو بيسمع التسجيلات عرف ان هو هيتم المؤامره عليه وعمليه قتله في دمنهور. المفروض ان هو كان مسافر دمنهور يوم 13 من مايو في 1971. فكان علي صبري في واحد قريب ليه كان عضو مجلس الشعب، كانوا بياخدوه بيعدوا للموضوع ده وبيدربوه في نادي الرمايه، عضو مجلس الشعب اللي هو قريب علي صبري. كان بيتدرب على ضرب النار في ميدان الرمايه، والمفروض ان رئيس السادات هيبقى في دمنهور وهو هناك ناس هتضرب نار احتفالا بيه، وعضو ده هيقوم ضربه الرصاصه في ظهره ويخلصوا منه. فسمع المكالمه دي الضابط طه، ما استناش بقى ان هو يأمن نفسه بالتسجيلات، خد التسجيل وطلب انه يقابل فوزي عبد الحافظ فورا، وقال له في حاجه ضروريه عايز اقابلك بيها، وراح مقابله ودخل على الرئيس الجمهوريه وقدم له. فالرئيس السادات حتى اتصل ساعتها بسامي شرف وقال له اجل الموضوع دمنهور عشان انا جات لي انفلونزا حاده ومش هقدر ان انا اروح. وساعتها بقى الرئيس السادات اقال علي صبري نائب رئيس الجمهوريه، فدي كانت ضربة ليهم. جاب ساعتها الليسي ناصف اللي هو رئيس الحرس الجمهوري، كان الفريق الليسي ناصف كان معروف
ان الفريق الليسي ناصف اللي هو رئيس الحرس الجمهوري كان يعرف اصلا الشخصيات دي، ان الشخصيات دي نفسها لما اي وقت الرئيس جمال عبد الناصر لما كانوا بيروحوا له كانوا بيروحوا يقعدوا معاه، فهم يعتبروا اصحاب. فرئيس السادات قال له انا لو عايز اعتقلهم هتقدر هتعتقلهم؟ قال له طبعا يا ريس، لان انا رئيس الحرس الجمهوري. قال له طيب بص، انت الاول كنت واخد تعليمات انك انت تاخد الاوامر مني او من السيد سامي شرف، دلوقتي الاوامر مني انا شخصيا. انور قال وقف، ايه ده؟ دي مؤامره ايه؟ قلت له انا مش قلت لك صاغ فوزي؟ كنا بنقول له صاغ، هو اترقى لما بقى بمرتبه وزير بس بنقول له صاغ. وفي يوم 15 من مايو كان عين السيد ممدوح سالم وزير للداخليه، وهو اللي دخل وقعد على كرسي وزير الداخليه، وتم القبض عليهم بعد ما كلهم قدموا استقالاتهم استقالات جماعية. كل مراكز القوة عملوا استقالات جماعية علشان يعملوا فراغ دستوري في الدولة. وقد تم رفع هذه الاستقالات جميعا للسيد رئيس الجمهورية. وبصفة رئيس الجمهورية بأعلن قبول استقالتكم جميعا. وتمت محاكمتهم، كلهم تمت محاكمتهم، اللي منهم خد اعدام ولكن خففت بعد كده الى اشغال شقه، وفي منهم اللي خففت بعد كده الى 15 سنه. علي بريق صبري، كانت المحكمه قد اصدرت حكمها باعدام المتهم، الا ان السيد رئيس الجمهوريه حين صدق على الحكم امر بتعديل الحكم الى معاقبه المتهم بالاشغال الشاقه المؤبده عن التهمه الاولى وببراءته من التهمه الثانيه. البعض الآخر بيقول ان دي كانت عبارة عن فيلم وتمثيلية عملها الرئيس السادات علشان يعرف ان هو ينفرد بالحكم. طب ما هو لو كان الرئيس السادات اساسا كده كده طبيعي ان رئيس الدولة كل مراكز اللي معاه بتعمل معاه كفريق واحد. الواضح جدا بصراحة ان كانت مراكز القوة كانت مشكلة عبء كبير قوي مش على الرئيس وبس، بل على الدولة نفسها. واللي دل على كده ان ما حصلش من ساعتها ان الرئيس السادات ما عملش اوامر اعتقال. كان الاول بيبقى فيه اعتقالات، حملات اعتقالات بتتم، ده يتقبض عليه ده يتقبض عليه، ولكن ما حصلش على مدار السنين دي كلها اعتقالات غير اعتقالات سبتمبر اللي حدثت في سنة 1981 قبل اغتيال الرئيس السادات الله يرحمه، والله يرحمهم جميعا. انا ما بحكيش كل يعني احترام لهم كلهم على فكرة، انا مش طالع الناس انا اقول مين الغلط ومين الصح، ولكن دي احداث برويها بحاول بقدر المستطاع فعلا اني اكون حيادي في تلك الروايات واني اتقصى الحقائق. اتمنى ان المعلومات البسيطة دي تكون نالت اعجاب حضراتكم، وشكرا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو. ما ننساش بقى من الدعم من اللايك، ولو حضرتك اول مرة تشوفني تشرف وتنور بالاشتراك في القناة، واشوفكم على خير. السلام عليكم.